فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا الكوتش التونسي نصيف البيابي بعد نهايه تجربته مع الملعب التونسي، امضى عقد جديد مع نادي الشرق الاماراتي. معنا بالتليفون الكوتش لمزيد من التفاصيل حول التجربه الجديده هذه. كوتش، اهلا بك. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. كيف الحال؟ دونك اول حاجه سامحني، دا يكلم فيا واحد، يكلم فيا واحد من النادي هيك، عليه سامحني. مرحبا بك وبالجميع المستمعين، وان شاء الله خويا تكونوا الكل بخير في تونس. الحمد لله خويا، شنو احوالكم انتم في الامارات؟ طمنا عليكم. في خير ونعم الحمد لله. الحمد لله. ابارامون فما شويه ديكالاج في الصوت، مش مشكل به. كوتش، الشرقه هكا نقولوا ولا الشرقه ولا كيفاش يقولوا في الامارات بالضبط؟ لا 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 لا، النادي اللي تعاقد. الو، باهي مش في الاستماع. كوتش نصيف البياوي، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد. نمشيو فاصل شهري وبعدها نرجعوا ناخذوا يكون معنا نصيف البياوي. في توتال نتقنوا خدمتنا وثقتكم. فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، وها موجود معنا الكوتش نصيف البياوي. كما قلت امضى عقد مع نادي الفجيره الاماراتي مش شرق. بون، عندي شويه خلط بيناتهم ديما، حتى كي نحكي على فراس بالعربي ديما ثم خلط بيناتهم. كوتش، اهلا بيك من جديد. مرحبا بيك وجميع المستمعين خويا، اهلا وسهلا. باهي، لو كان تحدثنا على التجربه الجديده كوتش هذه مع نادي الفجيره. والله الحقيقه هو نادي الفجيره كان معناه قصه طويله معاهم. عندنا توا عامين في كل مناسبه نتفقوا في اخر لحظه ما يتمش معناها التعاقد رسميا. المره هذه كانوا كلموني في وانا مع الملعب التونسي، رفضت المره الاولى لاني كنت ملتزم مع بالكلمه مع سي جلال بن عيسى ومع اداره الملعب التونسي، الى ان تم معناها تمت معناها فك الارتباط بيننا في اخر لحظه، كانتش منتظره الحقيقه، ولكن صار اللي صار. فقبلت، عادوا كلموني كي وصل لهم الاخبار، يا اخي توكلت على ربي ومشيت خدمت على روحي، معناها تعاقدت معاهم. تم التعاقد، عندي تو تقريبا 10 ايام في الامارات، عملت لي تيست وكنت في حاجه صحي وكذا، وان شاء الله بعد غدوه تكون معايا مع اول مباراه لي معاهم ان شاء الله باذن الله العين. معناها كوتش تاكد اللي كلموك ومن اللي كنت في الستاد، معناها اول ما استلمت، ما انا في عندي المعلومه اللي اول ما استلمت حتى الملعب التونسي كلموك وقتها حبوك تجي. والله العظيم والله العظيم كلموني ثلاثه فرق وانا ندرب في الملعب التونسي، والله العظيم ثلاثه فرق، ولكن في كل مره ثلاثه فرق رفضتهم، فهمت؟ لاني وقتها ما زلت كي وصلت لتونس، معناها ما زلت كي التزمت بعقد مع الملعب التونسي، حتى اخلاقيا ما تصيرش ما تجيش، فهمت؟ ما كنتش نتصور انه تجربتي مع الملعب التونسي باش تكون نتاع 26 يوم ولا 28 يوم. علاش وين تخلف تجربه الملعب التونسي ما تنساش خلاص تغلى الفرصه، علاش كان تقصير التجربه كوتش؟ انت ما جبت، انت استقلت هكا ولا والا لزوك والا لزوك الاستقاله؟ لا لا، ما يلزك حتى حد، ما يغصب عليك حد، ما كل شيء بالكيف، كان كيفاش خلهم بالحب ولا بالسيف. الحاشيلو اش باش نحكي لك، معناها تونس معناها بصراحه معناها تحكم فينا العاطفه برشا، كل شيء بالعاطفه. نتفقوا على مثلا، تتفق على مشروع، المشروع فما مشروع في الدنيا يدخلك من اول نهار ولا من ثاني نهار ولا من ثالث نهار؟ مستحيل. مكتسبر مستحيل،
يلزمك تخدم وتصبر، واكيد باش تجيك عثرات وباش تجيك ايامات باهيه وايامات خايبه وديما يمشي. فلذلك اللي يامن بمشروع يلزم يامن به جوست كوبو باش من بعد يلقى لي فروي. ما صبروش عليك في استاد. ما مش محكيه ما صبروش عليه. العاطفه تخدم. العاطفه غادي ان نحن شعب عاطفي، نحن نحبه بالقوي ونكرهه بالقوي، كل شيء بالعاطفه. اش معناها عاطفه؟ شنو احكي لنا بالضبط شنو صار كوتش؟ معناها كي تقول لي عاطفه كلمه في معناتها في الباق برشا الكلمه. شوف ما صار حد شيء، هو لعبت انا من حظي لعبت 6 ماتشوات في ظرف 28 يوم. اوكي؟ معناها في وقت قياسي 6 ماتشوات فيهم الترجي الرياضي التونسي، وفيهم النجم الرياضي الساحلي، وفيهم اتحاد بن قردان، وفيهم معناها هذوما على اقل نتكلم على 3 هذوما اللي كانوا وقتها 3 الاولانيين نتاع البطوله. وفي ظروف نتاع كوفيد وحجر صحي، وعندي لاعبيه نتاع اتصابوا بالفيروس ودي جوار بليسي، دونك الظروف كلها ما كانتش مهيئه باش تعمل دي ريزولتا معناها ايميديات بالوقت، ما تنجمش تعمل ريزولتا ديريكت. دونك اخي تعمل اون فيكتوار كونتر سليمان اون ديبلاسمون، تخسر ضد ليسبيرونس 2-1، تخسر ضد ليطوال في الدقيقه 95 انا زيرو، فهمت؟ العباد ما قبلتهاش برشا، زيد من بعد مع في ملعب بارد وتعدلنا مع المتلوي ومع لا اله الا الله مع بن قردان. هكا هو دونك فيفا نحكم ونحن نحكم على ما زلت حتى ليكيب ما زلت الاسماء الكل ما حفظتهمش، ما زلت ما عرفتهمش. صحيح. فهمت؟ داخل على 28 يوم جوجير، جيتي اون فاز دو جيستيون معناها دي زامبريفيو. مشكلة كبيرة عندنا في تونس الحاجة هذه، صحيح. صدقني في ال 28 يوم والله العظيم يمكن خدمت 5 سيونس بلان، معناها كيما نقولوا احنا في اختارف انت كل 3 ايام ماتش ديما تحافظ على الريكوبيراسيون، نهار ريكوبيراسيون، نهار خفيف اكسيتاسيون، ونهار باش تحط ليكيب اون بلاس. دونك انا كان هما 6 ماتشوات، سيتادير كو ريالمون جي في خدمت كان 6 سيونسات دونترينمون. صحيح. كيما يلزم. والجمعيه مالغري سا افيك بوكو دو ترافاي، معناها برشا خدمه في الفيزيوناج وفي معناها في النوسيون تكتيك اكسترا، يصيروا في الكواليس هذوما مع الملاعبيه وكل شيء، مش خدمه تيران فقط، باش انا نحاول نربح الوقت. الجمعيه بدات تتطور ورجعنا برشا ملاعبيه، عملنا بريستاسيون كبيره برشا كونتر ليتوال في سوسه، عملنا بريستاسيون معناها محترمه ضد ليسبيرونس، بريستاسيون محترمه ضد بن قردان سورتو اون ديزيام ميتون. بون جات من بعد خساره تطاوين هي اللي معناها قلقت شويه، فما كيما حكيت لك العاطفه تغلب وكهو. واسمع وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حصلت على مستحقاتك كوتش من استاد؟ لا لاباس لاباس الحمد لله شكرا لله، معناها الامور طيبه. هذيك بطبيعه ما عملنا معناها عملنا فسخ العقد، خذيت مستحقاتي ما قصرش في جلال بن عيسى بارك الله فيه ويعطيه الصحه وكثر خيره. هذيك الفائده. باهي خلينا نحكيو على التجربه الجديده كوتش في الامارات. فريق الفجيره ظهر لي عنده مشاكل شويه في النتائج، في اسفل الترتيب، صعيبه شويه المهمه، ولا كيفاش بالضبط؟ هي من ناحيه الساعه اول حاجه عنده مشاكل في النتائج، فريق باش يغير مدربه في اخر الموسم كيما هكا وانا كان عنده مشاكل في النتائج. هو الفريق يقدم في ماتشات محترمه، عنده ملاعبيه باهيين، تبقى ما مشيتش معاهم الريزلتا، فهمتني؟ خاصة في الفترة الأخيرة. مازلت تقريبا 10 ماتشات حتى نهاية الموسم. الفريق ماهواش في أسفل الترتيب، معناها مش الأخراني، وراه زوز فرق، فهمتني؟ واللي فوقه قراب. معناها في 10 ماتشات كل شيء بتوفيق ربي، معناها كل شيء ان شاء الله الله فسر البخت ان شاء الله تمشي الكوره. كان تمشي الكوره معناها فيسع ينجم يبوس رترابي، ينجم يجيب اللي فوقه ويبعد على الزوز اللي تحته، على خاطر في الامارات ثم زوز جمعيات هما اللي تيحوا. ان شاء الله. باهي موجود في الرسم العربي معاك، ينجم يسهل شويه هكا تدخل فيسع وتعرف برشا اللي تعرف فيسع الجروب معناها. يدي داخل في راس يعني. دخلت في راس في الجمعيه في الكلام هذا، مالي شنو مالي كيفاش في راس ولد بلادي ولحمي ودمي، وباش يضرب عليا بالبوني وباش نضرب عليه بالبوني بيان سور. ظهر لي بحذاك ولا ليه؟ ولا مازال؟
نعم قلت لك ذرالي بحفيك ولا لا مازال؟ ولا لا عندنا توا تيست باش نعملوا خاطر نلعبوا من بعد غدوه دونك نعملوا توا يجيونا نعملوا لك تيست كوفيد تيست كوفيد للناس الكل دونك ما ريتوش الحقيقه اما هو هو تاقلم في ظهر لي قاعد يعمل في ماتشات محترمه في بطوله ظهر لي محترمه برشا هي الدوري الاماراتي الحمد لله هو معناها ماك تعرف انت وين فما فما الماده معناها فما الفاكتور نتاع الفلوس متوفره الجمعيات تجيب ملاعبية وتجيب مدربين عالميين وملاعبية دو كاليتي سيفياتهم قوية فهمتني وماك تعرف زاد الانفراستركتور تخدم والاعلام يخدم ما شاء الله تشوف في زبير بيا معناها ينجم هو يعطيكم اكثر دراية مني على على الكرة في الامارات خاصة فيها فهمت خاصة الملاعب يعني الملاعب اللي كما في راس تاع التكنيسيان تساعدوا برشا بالضبط كي ملاعبي فنان كيما في راس معناه يحب يلعب كوره يلقى تيرانات يلقى الانفراستركتور يلقى ملاعبيه زاده دو كاليتي اللي عاونوه فهمتني ما ينجم يلقى فلوسه في الوقت اهم شيء فلوسه في الوقت وفلوسه في الوقت متوفره الراجل يخدم على روحه كبرك يسكن سكنه باهيه يعيش في عيشه باهيه فهمتني فما لو كونفور نيسيسير اللي يستحق له اي انسان باش يبدع في الخدمه نتاعو انت اخدم على روحك ولي كونديسيون الاخرين ما تخممش فيهم كوتش اسم نصيف البيابي ظهر لي مش سهل يكون مدرب تونسي في الدوري كما قلت الاماراتي معناها حاطين برشا فلوس يجيبوا مدربين بسيفيات كبار كما قلت انت تشوف كوتش السي في نتاعك البرا اقوى من اللي في تونس ياخو حقك البرا اكثر من اللي في تونس والله شوف انا مش ما سالت حقي ولا مش حقي فهمت هي في الاخر في الاخر ما مكاتيب مكتوب انا في تونس جيت البنزارة خدمت 6 شهور في ظروف صعيبه برشا وعملت خدمه باهيه برشا وعملت ريزلتا بارابور على الكونديسيون اللي موجودين تعتبر دي ريزلتا مقبولين داير كنت واحد من المساهمين الكبار في بقاء النادي البنزرتي واحد نخوله واحد من المساهمين الكبار اللي قعد اللي ساهم في بقاء النادي البنزرتي في الرابطه المحترفه الاولى الدليل انه بعد نصيف البياوي جابوا من بعد 5 مدربين صحيح باه ويرجعوا للحساب يشوفوا نصيف البياوي جاب دي بوان مع نادي البنزرتي وجابوا معناها من بعد ليسونسيال هذايا اتيتر ديكزومبل خاطر العباد معناها تنسى فيسع وما تقراش صحيح معناها ما تميزش صحيح كي نهبط لتونس نحب نخدم يعني نحب نخدم مغروم كوره ما عندي حتى هدف اكسترا سبورتيف لا جاي نعمل في اسم في تونس ولاني جاي نعمل في الشو ولاني ولا حتى شيء جاي نحب نخدم نحب بلادي حسني ربي في الغربة نحب ننجح في تونس دونك ما عنديش فما حتى اوبجيكتيف تبقى كيما حكيت لك نعاود ونرجع ولهنا العباد توفر لك كل شيء وتحاسبك خويا اخدم على روحك ها وكل شيء عندك اذا عندك ما تحكي وعندك ما تقدم كرويا كرويا تنجح ما عندك حتى اشكال في تونس فما قانون اللعبة يختلف نوعا ما ما هيش مسألة ايش عندك كومبيتونس ولا ايش عندك خبره ولا ايش عندك افكار ولا ايش عندك فيلوزوفي دو جو ولا ايش عندك بروجي تقدمه مساله شنو فما نعم مساله شنو مال والله ايش يخليك مساله العاطفه تغلب العاطفه تغلب خوي والله لا فهمتك الكوتش الكلمه تقول لي فيها وتعاد العاطفه ما فهمتهاش والله لا فهمت العاطفه شوف كان تربح ماتش انت احسن انترينر تخسر ماتش تولي ما تفهم حتى شيء وما عندك حتى علاقة بكرة القدم والبلاد تونس انت ما تفهمش كرة تونس وما تفهمش عقلية تونس جوك البر فهمتني والاختي ما حكيها فيها شنو جوك البر انت كرة كرة الكرة كرة انت بس انت بركة وفر الظروف وفر ظروف العمل الباهي ومن بعد حاسب المدربين الكل يا اخي مش نحكي على روحي راهو نحكي على مدربين تونس الكل راهو والله العظيم راهو في تونس هاك تشوف فيهم الكل الدوري الدرجة الأولى السعودي الكل توانس صحيح تلموا مبدعين الدوري الممتاز السعودي اليوم معناها فما فيه زوز من أنجح المدربين اللي السنة يوسف صحيح. المناعي وسعد الرزاق الشابي صحيح. معناها باهي اش تحكي تحكي على شنو التوانس رانا ننجحوا في كل مكان ومعنا حتى مشكل رغم اللي حكيت كوتش حكيت على يوسف المناعي مع القادسية قاعد يحقق في نتائج ممتازة وعمره ما خدم في تونس ظهر يا ودي انا حكيت لي خي مثلا مش خدمت في تونس ولا ما خدمتش هو مكتوب الواحد لقى روحه مثلا كاريرو بديت البرة كاريرو بديت البرة هي الظروف حكمت هكاكا سوني با ان شوا
مش احنا اخترنا هكا باش تبدا كاريرك كهيد كوتش برا. صحيح صحيح. نحن في تونس راه واش نقول لك، احنا في تونس معناها لقينا فرصتنا، انا واحد من الناس لقيت فرصتي عندي معناها اون ديبوي 2012، معناها تقريبا 11 سنه تالي نخدم كهيد كوتش. علاش الناس شفت فيا بروفيل وعطاتني ظروف وخدمه خليك انجح، ما خلوش هذايا والله خفيه، ما يعرفش السعوديه ولا ما يعرفش قطر ولا ما يعرفش الامارات نو، ناس تدخل لك هذايا عنده ما يعطينا، ينجم يعطينا اضافه. في تونس جاء نصيف البياوي مثلا، اتيتر ديكزومبل، جاء نصيف البياوي بعد ما عمل كارير في الخليج، لا 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 خطيه هذايا، هذايا نتاع خليج هذايا. صحيح. معناها الناس حكمت عليك، ولا نصيف هذايا والله نصيف، نصيف البياوي اسم فنان. فهمتني؟ اسم خطيه الكورة. قال لك الكلام هذا؟ اه؟ قال لك الكلام كما هكا معناها؟ يتقال ديما، شنو اخي ما اخي احنا ولاد بلاد ونعرفوا ونسمعوه الكلام هذايا. يعجبكش في حتى في حتى من زملائي يا ولدي، حتى من زملائي تتاح اليهم الفرص باش يتكلموا في البلاتوات، فهمتني؟ النص معناها يزيد جميع دير دي تريك باري معناها. عندنا تقزيم معناها. يعطيك الصحة. فهمت؟ ما نمنوش باللي كادر معناها، ما ندزوش، ما ليه ليه دي خطيه هذا ليه؟ لازم يجيب اسم ولا كذا، في بالهم الاسم هو اوكي، الاسم ينجم يعاونك. اما توا لا كومبيتونس، نعطيك في الاوروب، شكون كان يعرف الانترينير بتاع تشيلسي توا؟ تشيل ولا شكون كان يعرف قبل ما يمشي للبي اس جي؟ يا اخي هو كان في دورتموند وقدم برودوي اكسترا اوردينير باش تلانسا. خلينا كلوب اللي موجود في ليفربول. يا اخي كيفاش مشى ليفربول؟ من بعد ما عمل خدمه كبيره في كيف كيف في المانيا في كيف صغيره كذا وهكا، فما وقبل دورتموند في ماينز. يعني اخويا لا كومبيتونس، لا كومبيتونس هي الكريتير الاولاني. انت ما ثمش حتى مدرب ناجح بدون اداره ناجحه، بدون رؤساء ناجحين، بدون مسيرين ناجحين. شوف اليوم بالنسبه لي انا معين الشعباني معناه اكبر دليل في الكره التونسيه. صحيح. معين الشعباني مدرب محترم جدا جدا جدا، والكلمات بعد كل ماتش وعنده وزن كبير، والكلمات مسيك من الراجل اقسم بالله يسخفني ساعات. صحيح. الراجل ماخذ لكم، الراجل ماخذ الدنيا الكل خذاها ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله ربي يزيد. ولولو لا ولولو يربح وبعد بعد كل ربح اش بيه. لكن شكون معناها شكون وراه؟ وراه رئيس اسمه حمد المد، وراه رئيس معناها مكوفريه، ورئيس يدز معاه ومؤمن به وعطيه توت لا ليبرتي وعطيه كل الفرصه فيها. معناها انا شخصيا نامن اذا نحبوا امورنا تتطور لازم رؤساء قويين، فهمتني؟ يحميوا يامنوا عندهم يكونوا اصحاب مشروع واصحاب افكار ومؤمنين، وكي ياخذوا شواء ياخذوه عن قناعه ويضربوا عليه بالبنيه جيسكوبو مع بعضنا ادي في السراء وفي الذراء، وكان يصير شنو يصير. صحيح. فهمت؟ واضح. وقتها تو تفهمك هذاك علاش انا هذاك علاش والله العظيم انا بالنسبه لي حمد البد نمبر 1 معناها كرئيس جمعيه. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش، بالتوفيق ان شاء الله. تجربتك الجديدة معناها للفجيرة الإماراتي ان شاء الله. كوتش نصيف البياوي، اسم المد بتجيكم في الأخبار وبعد المواصلين حتى